شغلات تحدث بها استاذ احمد، يعني هو ايضا عضو في حقوق الانسان في جنيف، يعني قال لك تحتاج تصحيح القوانين، نحتاج تعديل الدستور، نحتاج محاسبه المفسدين والفاسدين، وايضا الاموال المسروقه. متفقين متفقين على اساس وعلى قاعده انه كلنا نقف ضد الفساد والفاسدين مهما كانت اساميهم وعناوينهم، وضدنا وكنا نقف ضد اي شخص ينتهك حقوق الانسان بغير يعني يستخدم السلطة التنفيذية لترويع المجتمع. هذه هسه أنا قدامي شيخ العشيرة مع المعتقل اللي هو يقول عندنا وثائق وأدلة كافة على عدم تواجد علي فخري اسمه داخل العراق في خلال فترة اتهامه، يعني الرجل ما كان موجود، كان مسافر ما موجود. بالتالي أنت اليوم من تريد يعني من ساعة الحادثة ما موجود. إيه هم شو يريدون؟ هو يريد شخص يعني يراد كأنه أكفت سيناريو أن تلتصق التهمة بشخص منتمي للحشد، وهذه السياقات ترى مو من هسه، بدأت من قضية البعيثة. أخاف منتمي للفصائل. من هو؟ هو عضو بالحشد الشعبي، منتسب بالحشد. ها منتسب بالحشد. هسه حتى إذا بالفصائل أو بأي مكان آخر، ما من حق أي جهة تنفيذية أن تلقي القبض على شخص منتمي لأجهزة أمنية إلا بالجرم المشهود. وإذا ما كان جرم مشهود أكو عليه قضية تفاتح دائرته. هذا بس أصول محكمة جزائية. أنت تتحدث يا دكتور، خليني أتحدث بكل صراحة، تتحدث بمواضيع كثيرة، هذه المواضيع ربما يعني هترجعنا إلى نظام يعني راح ولا خليني أتحدث.